الإمام أمير المؤمنين محمد المهدي أبو هارون الرشيد أتى بمؤدب لابنه، وهكذا كان الخلفاء يفعلون، يأتون بمؤدب لأبنائهم يجرون عليه منفقة ليعلمه اللغة والقرآن والأدب. فتوضأ يوما، انظر المناسبة كيف، واستعمل السواك، فقال للمؤدب لغوي هذا، قالوا ما هو الأمر من السواك؟ يعني إذا أردت أن تأمر إنسان من فعل السواك ماذا تقول له؟ قال استك يا أمير المؤمنين، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الاست هي مؤخرة إيش؟ هي المؤخرة، مؤخرة الإنسان. قال خذوا هذا وأتوني بمؤدب فقيه، وإلا هي على اللغة صحيحة، لكن أحياناً كم من حروف جرت حتوفاً أخرى دعت إلى خير منيف، يعني الملافظ إيش؟ الملافظ سعد، واحد يزور واحد يقول له نفس المرض المد بأبو عبد الله، طب أنت إيش لك أنت؟ أنت جاي تقول له نفس المرض المد بأبو عبد الله، ولا جاي تقول بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وترقي وتقرأ عليه وتمشي ومنقلع مع نفسك أنت من غير الإزعاج هذا؟ نفس المرض المد بأبو عبد الله. فقالها نعم، وش عندك؟ قال والله عندي كذا وكذا. قال يا الله سبحان الله، نفس المرض المد بأبو عبد الله قبل سنتين. أعوذ بالله من زيارتك يا أخي، أعوذ بالله من مثلك يعود مريضا، نسأل الله السلامة والعافية. إيش هذا؟ والفأل موكل بالمنطق. بعض الناس ملاقيف كثير، هذول الملاقيف هذول كثر، نسأل الله السلامة. ادعو الله أنك ما تكون ملقوف، بس أنت سأتكلم فيما لا يعنيه. لو قرأ أداب زيارة المريض أنك تقرأ للمريض وتجلس عليه وتدعو له وكذا وتسكت وتمشي. أحد الناس صار عليه حادث سيارة، وكل من دخل يزوره وش صار عليك؟ مسكين هو تحت الألم والنصب والخياطة، يجلس إيش؟ يشرح يشرح يشرح. فكانت له أخت عاقلة قالت له إيش رأيك أيام التسجيلات، قالت له إيش رأيك تسجل القصة كلها في شريط وأي وتخليه جنبك، واللي يجيك يسألك تقوم تقول له تسجل تدوس على إيش؟ على الشريط. فعلا هذا الذي فعله، كل ما جاء لحد وإيش صار عليك؟ قال لي انتظر انتظر داس اسمع، هذا اللي صار عليك. مسكين هذا، كم يعودك وكم ستحكي لكل واحد نفس القصة؟ خلاص يا أخي جزاك الله خير، ما يحتاج أن أعرف من يقول ذلك من باب إيش؟ الشفقة. لكن أترك هذا، الله يرضى عليك يا بخت من زار، بس وخفف، تعال اقرأ عليه ارقى عليه زي ما في النبي فعل مع جابر بن عبد الله لما كان أغمي عليه في الصحيح، وامشي على حالك، فيش داعي عن نفس المرض المد بأبو عبد الله. ها وإيش صار عليك يا رجال؟ ومين قال لك أنت؟ مو كنت لو مشيت من الشارع الفلاني هذا كان نجيت؟ يا أخي قدر الله له ذلك، أتزيد عليه بؤسا على البؤس الذي هو إيش؟ الذي وفيه. فقال له استك يا أمير المؤمنين، قال أعوذ بالإنا لله، شوفونا واحد غير هذا. قالوا هذا علي بن حمزة الكسائي النحوي، وقد أتى من البادية قبل قليل. تعرفون كان العرب البادية ما في عجمة، كان فيأخذون أولادهم إلى هناك ليتعلموا اللغة. النبي قالوا له أنت فصيح؟ قال نعم أنا قرشي، واسترضعت في بني إيش؟ بني سعد عليه الصلاة والسلام. قال خلاص هاتوا. وعلي والكسائي نعته لما كان في الإحرام تسربل، هذا الشاط بيقول عليك صاحب القراءة النحو العجيب، نذكر له قدرنا لكم شيء من قصصي مع اليزيدي. الشاهد قال له ما هو الأمر من السواك؟ قال سك يا أمير المؤمنين. قال أحسنت قولا، وأجازه بستة ألاف درهم، وقال له أنت تربي ابني إيش؟ هارون الرشيد اللي حيكون بكرة إيش؟ أمير المؤمنين. شوف الكلام الملافظ السعد.